بسم الله، في هذا الفيديو حنشوف حالة من حالات المالتي تاسكينج، حالة تسبب مشكلة في داتا كونسيستنسي. هي الريس كونديشن، وهذا الريس كونديشن بيتسابق فيها البروسيسز او الثريدز على الريسورس. اوكي، فنشوف كده عندي المين دوت سي، وأقول خليني أعمل أول شيء أقسمها set split right و v split. إيش هسوي؟ ال function أسميها my func dot h، وبعدين هعمل كمان split below، واقول split my func dot h، لا عفوا dot c. طيب الآن هبدأ بالfunction وأقول الفانكشن هذه عبارة عن void my function، هتاخد character pointer message بحيث إنك بتعطيها المسج، وهي بتطبع المسج على الشاشة. أقول void، لا ليش أقول void، انسخها أحسن. طيب الآن الفانكشن هقول هذه الفانكشن إيش فيها؟ هتاخد هتعمل لوب، في داخل اللوب هذه هتطبع كاركتر، هتطبع المسج كاملة one character at a time، فأنا أحتاج إلى كاركتر عشان أطلع فيه المسجز أو الكاركتر من المسجز. فأقول أعطيني كاركتر، وهنا الكاركتر هذا لا هيساوي one character من المسج، وكل مرة هنا okay. وكل مرة يعطيني الكاركتر اللي بعده. طيب إلى أن يوصل إلى آخر الملف هيخرج من اللوب. طيب اللوب إيش بيسوي فيها؟ اللوب بيسوي فيها إنه يطبع على الشاشة put c، طبعا put c هذه يبغى لنا نضيف اللايبرري حقتها، فنروح نضيف اللايبرري وهنا نقول include stdio.h. فهنا نقول put الكار، على على std out، بس ال std out هذا هنعمله للبفر، نعمل له buffering. هنقول set buff buff، هنعمل std out بحيث انه كل ما يجي يطبع الكاركتر حيطبعها في البفر، بعدين البفر ينطبع على الشاشة. اوكي، يصير كل ما يشغل الفانكشن حيطبع بفر جديد، فبكده يطبع one character at a time على الشاشة. طيب تعال الآن، أو خلينا نضيف اللايبرري، ما أضفناها هنا،
كل ان كل اود myfunc.h. بعدين اجي هنا اقول cprog 2 إلى 9 وبعدين اضيف اللايبراري include myfunc.h. طيب الان هابدا استخدم الفانكشن، الفانكشن اقول اسمها myfunction وبعطيها المسج، المسج اسمها hello world واعطيها new line. فالان هو حيروح يطبع المسج هذه على الشاشة. فانا اجي هنا واقول له عندي هذه الملفات، فهذه الملفات اعمل gcc main.c myfunc.c بعدين يطلع الاكسكيوتابل، هذا الاكسكيوتابل هو اللي اشغله. فالان طبع المسج. اوكي طيب يصير هذه الفانكشن بتطبع المسج هلو وورد على الشاشه. فالان عشان اعملها مالتي تاسك لازم اسوي فورك او اكسكيوت، بس بما اني انا هستخدم parent child style هقول فورك. فاقول ايش كم child اعمل، اعمل two children. فكيف اعمل two children؟ احتاج الى loop، فاقول for int i تساوي 0 i less than 2. بس خليني اعملها كده، اقول هنا define واكتب tasks number of tasks 2. اوكي واجي هنا اقول اقل من tasks، بعدين i plus plus. طيب في داخل الفور ايش بيسوي؟ بيعمل الفورك. فبنقول طيب انا احتاج اشيك على البي اي دي عشان اعرف الشايلد من البيرنت، فاحتاج احفظ البي اي دي. فلازم اجي هنا واقول له اقول له اعطيني بي اي دي PID. لو عملتها بأري ممكن أوصل لها أسرع، وأستخدم tasks بحجم tasks وأعطيها initialization كلها 0. يصير هنا أقول له PID I هتساوي fork. اوكي الفورك بترجع للبيرنت رقم وللتشايلد 0. فانا اذا ابغى اعرف التشايلد هشيك على 0، اقول اذا بي اي دي اوف اي بتساوي 0 اذا هذا حيكون تشايلد. اوكي غير كده حيكون البيرنت، يعني هنا حيكون البيرنت بعد الفورك، هنا يكون البيرنت، الشايلد حيكون فقط في داخل الاف. اوكي في داخل الاف فقط حيكون الشايلد. طيب الشايلد ايش بيسوي؟ بيشغل الفانكشن اللي هي هذه، بس خليني وبعدين ايش يسوي؟ يخرج. فاقول له return 0 واجيب الفانكشن هذه. اوكي طيب
طبعا هنا ليش صار كذا؟ لأنه نفس السطر، سطر 11 هو هذا، بس عشان ما في مساحة هنا كمل هنا، وبعدين يجيك سطر 12، فما هو ما هو غلط. طيب يصير child حيشغل الفانكشن ويخرج، البيرنت هيجي يعمل الفورك ويكمل، اف ما في شيء يروح يعمل فورك مرة تانية، يصير البيرنت هيعمل تو تشيلدرن. بعد ما يخلص البيرنت يفترض انه ما يخرج. طيب عشان ما يخرج احنا نعمل ويت، بس بما انه عندي اكثر من child لازم اعمل اكثر من ويت، فبرضو اعمل ايش؟ فور لوب. فالآية برجع استخدمها مرة تانية، طلعها برا احسن، اقول له انت اي، واجي هنا اقول له فور اي تساوي زيرو، اي اصغر من تاسك برضو، اي بلس بلس، واعمل ويت نل. ما احتاج اقول له ويت بي اي دي 1 وبي اي دي 2، او انه ممكن اكتب ويت بي اي دي واعطي بي اي دي 1 وبي اي دي 2 عشان ينتظر اليوزر، يعني زي كذا اقول ويت بي اي دي، واقول له هنا بي اي دي اي والثاني بي اي دي. دقيقة بس، ويت بي اي دي هل تحتاج الى ارجومنت ثاني؟ مان ويت بي اي دي، ويت بي اي دي كلمة واحدة، وبتاخد البي اي دي والستاتس واوبشن. فممكن نقول زي كده wait PID و ال status و option 0. لا قبل ما نحفظ، طيب بعدين return 0. طيب ال wait محتاجة الى ال library حقتها، فنيجي نحط ال library حقت ال wait اللي هي include sys wait.h ونحفظ. ايش كمان؟ الفورك محتاجة الى اللايبراري، اي لايبراري حق الفورك؟ stdlib ولا uni std؟ man fork محتاجة الى uni std و sys types. طيب نيجي هنا نقول له include sys types dot h، ولا نحطها فوق احسن، include يعني std dot h، نحفظ. اوكي كده انحفظت. طيب نشيك مرة ثانية على هذه وعلى، نحفظ كلها محفوظة. الآن نجي هنا ونقول compile من جديد، gcc all c all dot c، أعطيني كمان ال warning، والآن run. أوكي شغلها ال two process مع بعض. طيب تعال نشوف الآن، فهذا البروسيس الأول وهذا البروسيس الثاني. أوكي تمام. طيب تعال نشغل مرة ثانية، ثالثة، رابعة، خامسة. لاحظ مرة يشتغل مظبوط ومرات لا، ليش؟
لأنه بيحصل معاك حاجة اسمها الريس كونديشن. فإذا أنت ما اتحكمت في الكود مظبوط بيحصل معاك الريس كونديشن. لاحظ لما كتبت أنا wait PID، انتظر PID الفلاني عشان ينتهي وبعدين روح للثاني. لاحظ الآن لو قلت له wait null، قفلت، ما هي مشكلة. الآن أعمل كومبايل من جديد. لاحظ بيحصل معك الريس كونديشن. فهذه مشكلة الريس كونديشن، لابد نحلها. اوكي، لابد نحل الريس كونديشن. طيب تعال نستخدم نفس الفانكشن او نفس الفانكشن، نعم نستخدمها بس بطريقة الثريدز عشان نشوف كمان الثريدز كيف هتتأثر بالمالتي تاسكينج. هقول vim مرة ثانية، vim main dot c. طيب هذا مالتي ثريد، مالتي تاسك، مالتي بروسيس، ابغى اعمل منه مالتي ثريد. احتاج اول شيء اني اضيف اللايبراري حقت الثريد بي ثريد. طيب ايش اسوي؟ خليني اخذ نسخه من هذا واقول اسمي هذا المين، اسميه بروسيس process.c، وأعمل نسخة منه وأسميها thread.c. الآن أقول أو لا أرجع أكتبه من جديد أحسن عشان يوضح أكثر. vim thread.c أنا إيش سويت؟ أوه أنا قد نسخته، ما شاء الله. دقيقة أحذفه وأقول vim thread.c. الآن cprog بعدين 2 إلى 9. طيب الآن هأعمل threads. أول شيء أضيف اللايبراري include myfunc.h وأعمل لها test. أقول my function hello world new line. دائما اعمل التست هنا واقول GCC thread C my funk dot C. الآن صحيحة، نرجع نبدأ نعمل الثريد. نعمل الثريد كيف؟ أول شيء نحط اللايبراري، أقول include pthread.h.
بعدين كيف أعمل الثريد؟ هأحتاج إلى أني أعرف بـ thread underscore t وأسميها thread id، أقول thid وبرضو أعملها زي ما عملت الأولانية الـ processes array array وأقول tasks. آها صح، هنا نحط tasks define tasks هتساوي 2 مثلا، ويصير هنا عندي threads. بعدين أقول for، إذا كنت هعملها بالفور زي أول هخلي الانت برا، وأقول for i تساوي 0 i أصغر من tasks i plus plus. وهنا هعمل create a thread، أقول p thread create. الآن عشان أعمل الثريد أنا محتاج إلى الفانكشن حقتها أو اللايبراري حقت الثريد اللي هي البي ثريد. بعدين هستخدم فانكشن اسمها بي ثريد عشان أعمل كرييشن للثريد، وأعطيها ثلاث أشياء: الثريد اللي عملتها، هذا هو definition أو declaration للثريد، pointer ثاني للفانكشن اللي هستخدمها اللي هي هذه الفانكشن، بوينتر ثالث للارجومنت المحتوى او البارامترز حقت الفانكشن. فثلاثة اشياء: اول شيء البوينتر حق الثريد. البوينتر حق الثريد كيف بما اني عرفته الثريد تي اتش اي دي، فاقول له البوينتر حق الثريد، هذا البوينتر حق الثريد، بس اي ثريد؟ الثريد اي. اوكي، وبعدين الاتريبيوت عاده يتحط نل. ايش الكونديشن، ايش الانيشاليزيشن اللي تبغاه؟ عاده ما نحط اي اتريبيوت، نروح للفانكشن نفسها. الفانكشن اللي هستخدمها اسمها ماي فانك، ولازم تتاكد اذا كنت عرفتها في لايبراري انك تضيف اللايبراري حقتها. طيب فانا هنا هقول الفانكشن حقتي بس بوينتر للفانكشن. الفانكشن عندي ب ديفينيشن حقها، خليني افتح الفانكشن، بس هقول set split right v split و نو في سبلت، اوكي، اللي هي ماي فانك دوت اتش. لاحظ الفانكشن ايش بتسوي؟ بترجع void، وانا محتاج في الى pointer. فعشان اعمل pointer من هذه هروح ايش اعمل casting، اروح اعمل cast لفويد بوينتر، وبعدين احط اسم الفانكشن حقتي ماي فانكشن، بس بدون الاقواس ولا اتريبيوت ولا اي شيء. كما اخر شيء الارجومنت، برضو الارجومنت هتكون بوينتر الى void. طيب انا الارجومنت اصلا عندي الفانكشن ما بتاخد ارجومنت، بس الا الفانكشن بتاخد ارجومنت، بس الارجومنت عباره عن مسج. طيب لازم اعرف المسج برا. كيف هعرف المسج برا؟ ممكن اسوي المسج كده، اقول كار array of character، نقول المسج اسميها m array of character، وحتاخد السايز من المسج اللي اكتبها اللي هي hello world، او بلاش hello world خلاص، بس شو hello world hello world. هقول هنا multi thread،
new line. طيب الآن يفترض إنه أعمل هنا كاست برضو void pointer وأحط ال m. طبعا إذا حبيت أضيف أكثر من type، يعني أبغى أضيف character مع integer مع مجموعة أشياء، فأنا أعمل structure وأعمل pointer لهذا ال structure. إذا حبيت أضيف أكثر من data، يعني مثلا مجموعة integer، أحطها في array وأعمل pointer لهذا ال array وأضيفه مكان ال m. طبعا بعد ما أعمل له cast إلى void. كده عملت الثريد او عملت ال creation للثريد. طبعا اول ما يتعمل creation صحيح للثريد حتشتغل اوتوماتيك من نفسها، وحتشغل اللي في داخلها. ايش اللي في داخلها؟ الفانكشن، الفانكشن هذه. طيب يصير هذه ما نحتاجها، نحذفها. طبعا الثريد زي البروسيس، البروسيس لما تعمل البيرنت والتشايلد، البيرنت حيشتغل ويخلص والتشايلد حيشتغل ويخلص. بس اذا البيرنت خلص قبل التشايلد يصير عندك اورفن. نفس الكلام هنا، اذا المين ثريد او الثريد الاساسي اللي شغل بقية الثريد خلص، حيقفل ويقفل معاه بقية الثريد اللي بتشتغل حتى وان ما خلصت الاكسكيوشن حقها. فلابد لما تعمل كرييشن للثريد وتتركها تبدأ تشتغل، لازم تعمل لها كوماند انتظر او ويت. فالكوماند الويت للثريد اسمه جوين، بي ثريد جوين. فبما انه انا عندي الان تو تاسكس او تو ثريد، محتاج الى تو جوين. نفس الطريقة اللي عملتها في ال التاسك، هأعمل الثريد الآن. أقول i تساوي 0 i أصغر من tasks i plus plus، وأقول هنا pthread join. الجوين بياخد البوينتر حق الثريد وبس. فالبوينتر حق الثريد و نان. اوكي، فكده حينتظر الثريد لما تخلص، بعدين يكمل يخرج من البرنامج. فحيعمل تو ثريد ويشغلهم ويخرج من البرنامج. طيب تعال نحفظ ايش بيقول. p thread join makes integer from pointer without cast. طيب انا عامل p thread join بتاخد البوينتر زي الكرييت ولا لا؟ نتاكد بس. man p thread join لا ما بتاخد بوينتر، لاحظ pthread بتاخد الثريد زي ما هو. فنرجع هنا نقول له سطر 15 ما بتاخد البوينتر. اوكي مظبوط. طيب تعال الان عشان نعمل كومبايل للثريد، ما حينفع الكومبايل هذا اللي سويناه المرة الاولى، يعطيني خطأ. ليش؟ لأنه ما يعرف الفانكشنز، لأنه ما عنده اللايبراري حقت هذه الفانكشنز. فلازم أعمل لينك لللايبراري حقت البي ثريد. فأقول له داش لينك بي ثريد، واخذنا هذا الداش ال لما تكلمنا على الجي سي سي أو الكومبايلر. داش ال تكتب اسم اللايبراري هيجيب لك هذه اللايبراري. وممكن كمان أنت تعمل كاستم لايبراري تستخدمها في هذه الطريقة عشان تعمل لها لينك، بس هذا موضوع ثاني. الآن لاحظ الكومبايل اشتغل، صار عندي a.out
اشغل ال a.out. اوكي مالتي ثريد، فنرجع تشغله اكثر من مرة. لاحظ في ما بين كل 3-4 مرات هيجي عنده حالة الريس كونديشن. طبعا اذا حبيت تشوفها اكثر، يعني بدل ما تقعد تضغط على الزرير بكثرة، ممكن نسوي الحركة هذه. وين 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 نقول ايش؟ vim thread، واقول فين الكرييشن؟ هذا الكرييشن، او اني اكثر الثريد، يعني بدل ما اخليها 2 ثريد اخليها 10 ثريد. اوكي واقول هنا كومبايل من جديد وشغل مرة ثانية. لاحظ ايش اللي بيحصل؟ race condition ما بين الثريدز. ففي عندك الثريد الاولى اوكي، والبقية بدأت تدخل في بعضها. فالrace condition هذه تحتاج الى synchronization tool، من synchronization tool اللي حنشوفها اللي هي السيمافور، وفي الميوتشوال اكسكلوجن، وفي المونيتور، بس اللي حندرسها فقط السيمافور. اوكي فهذه تو اكزامبلز عندنا بالمالتي بروسيس والمالتي ثريد، نفس الفكره نفس المشكله باستخدام فانكشن واحده اللي هي ماي فانك، بتطبع على الشاشه كاركتر وان كاركتر ات تايم حسب المسج اللي تعطيها لهذه الفانكشن. اوكي طيب كذا نكون خلصنا.